الخطوة الأولى يا فنانين، هنبدأ نخطط العين بتاعتنا. في أكتر طريقة أو أكتر من طريقة لتخطيط العين، بس أنا بفضل إن إحنا نبدأ نرسم الدائرة بتاعت العين بالشكل ده. وفي الخطوة دي بتحاول على قد ما تقدر تخلي الدائرة تكون مظبوطة. كل ما كانت دائرة العين مظبوطة أكتر، كل ما ساعدك النتيجة تكون أفضل. القلم المستخدم في خطوة التخطيط أو الأوتلاين هو قلم 2H. وبعد كده بنبدأ نرسم الجفن العلوي، بنشوف المساحة أو المسافة ما بين الجفن وما بين الدائرة، ودي حاجة مهمة جدا. يعني أنا شايف تقريبا كده أهو، وبنرسم الجفن العلوي. خلي بالك ان الخطوة دي مش خطوة نهائية زي ما احنا متعودين دايما في دروسنا، يعني خطوة الاوتلاين بتبقى خطوة مبدئية مش نهائية، يعني ما بتقيمش عليها اللوحة بتاعتك انت، بس بتحط خطوط تقريبية بتبدأ تضيف بعد كده العين. بداخل العين او بداخل الدائرة بالتحديد بتعمل اوتلاين او تخطيط خفيف جدا للنقطة السوداء اللي بتكون في منتصف الدائرة تقريبا، وكمان هعمل تخطيط خفيف جدا للبياض او لسعة الاضاءة الاساسية اللي بتكون داخل اي عين، ودي من اهم العناصر اللي بتؤدي او بتاخد العين كده من سكة انها مش هايبر او مش واقعية الى اتجاه الواقعية والهايبر بهذا الشكل. كل اللي انا بكلمك فيه ده مش شرط يكون مظبوط 100%، ولكن هو اساسي انه يتعمل باي عين بنرسمها. اوتلاين خفيف للحاجب، براعي المساحة اللي ما بين الحاجب وما بين العين نفسها بهذا الشكل. هكذا كده انت جاهز انك تبدأ تحط التظليل. الخطوة دي مهمة واساسية، وهي اللي هيبني عليها شكل العين في الخطوات القادمة. يلا بينا نبدأ في التظليل. رقم واحد في التظليل، احب ابدأ دايما بالقلم الاسود. نوع القلم اللي انا بستخدمه هو قلم فيبر كاسل، قلم الوان خشبي ماركة فيبر كاسل بوليكرومز. القلم ده ممتاز جدا وتقدر تستخدمه في المناطق السوداء الداكنة. ونبدأ بكل هدوء نخطط او نحدد الخطوط اللي لونها اسود، الخطوط الداكنة فقط، علشان ما تبصش مننا باقي الخطوط. زي ما حضرتكم ملاحظين، بكل هدوء بحدد الخط العلوي، مش اول خط تحت، وده الخط اللي خارج منه الرموش بالظبط كده زي ما حضراتكم شايفين. ثم الخط الاول، مع وضع بعض التظليل بين الخطين. وطبعا لو حابب تدمج، فأفضل أداة لدمج الخطوط الرفيعة هو قلم الدمج. هبدأ أدمج الخطوط بشكل بسيط جدا. الخط العلوي بهذا الشكل، وبهذا الشكل، ومن هنا ونطلع بيه على خفيف. يعني لازم النزلة دي كده اهو تنزل على مفيش خالص زي ما حضراتكم شايفين. طيب لو هدرج ده هدرجه بالقلم الاسود على طول ولا استخدم قلم رصاص؟ لا، انا بفضل ان انا استخدم قلم رصاص
عادي جدا بس بدرجة 2B مثلا. يعني دلوقتي بستخدم قلم فيبر كاسل 2B تمام، وهبدأ أدرج الخط ده من فوق لتحت بهذا الشكل. لازم التدريج يكون من غامق إلى فاتح بهذا الشكل. كلما أتقنت التدريج بشكل سليم أصبحت العين أكثر واقعية. ونعمل بعض التدريجات أو الدمج باستخدام قلم الدمج، ولكن ما نكترش من الدمج لأنه بيفقد للواقعية أو ملمس الرصاص، فبالتالي بيقلل الواقعية في الرسم. طيب في الأسفل ببص في البداية، هل شايف أن يستحق أن أنا أستخدم قلم أسود أصلا؟ لا، لأن دايما الجفن العلوي بيكون أغمق من الجفن السفلي، فبالتالي هنا ممكن أكتفي بس بالقلم الرصاص 2B أو HB مثلا حسب إيدك أنت. أنا عن نفسي هستخدم 2B زي ما حضراتكم شايفين، وأراعي جدا التدرجات من الغامق إلى الفاتح والظل والنور، إن أنا ما أغمقش حاجة زيادة عن اللازم ولا أخففها زيادة عن اللازم. هذا هو الأساس، هذا هو المهم، وهذا هو المطلوب. بعض الدمج بنسبة بسيطة. وبتنزل من جميع الاتجاهات على خفيف جدا بحيث يكون الضوء او الظل داكن في المنطقة دي اللي انا شغال فيها حاليا، ثم خارج تدريجيا الى فاتح، فبالتالي يدينا ايحاء بالواقعية. بعد ما درجت تحت هبدأ درج فوق، نفس الكلام هستخدم قلم لكن شوية زي 2B مثلا، وزي ما درجت من غامق هنا لتحت كده هدرج برضو من هنا الى فين بالظبط، الى فوق للاعلى، بحيث يديني ايحاء ان المنطقة اللي ما بين الخط ده وما بين الحاجب منطقة عاملة كده، عاملة زي الكيرف كده، فبالتالي مش هتظهر انها كيرف غير لما ادرج بشكل سليم من الداكن الى الفاتح. طبعا الفنانين بعد ما بندمج الرصاص بقلم الدمج او اعواد القطن او ايا كانت الاداة اللي بدمج بيها، الرصاص بيخف شوية، باهت بيبهت، فبالتالي لازم ترجع تعيد عليه تاني بالاقلام الرصاص بحيث يكتسب الدرجة الدكنة الاصلية بتاعته، وده اللي انا عملته ولكن ما صورتوش عشان وقت الفيديو. اوكي طيب، دلوقتي بعد ما خلصنا الجزء اللي حوالين العين كله هنبدأ ندخل جوه العين. اول حاجة بنعملها هي قناة دمعية، ممكن تستخدم فيها مثلا ولنكن قلم بي او اتش بي، وتبدأ تغمق في المنطقة دي، وكل اللي بتعمله هو عبارة عن أجزاء كده زي الجلد صغيرة ومدرجة من الغامق إلى الفاتح، طبعا مع مراعاة المناطق اللي فيها إضاءة. Thank you.
ثم أبدأ أدرج من القناة الدمعية بياض العين، بياض العين بقلم اتش بي، نديله تظليل خفيف. في المنطقة بتاعت بياض العين اللي هي المنطقة اللي نهاية الضوء من هنا، بما انها فاتحة جدا فبالتالي ممكن استخدم فيها قلم 2H مع وضع تظليل بسيط جدا. خلي بالك وبلاش تغمق زيادة عن المطلوب، ممكن بقلم الدمج نعمل تدريج خفيف خالص بهذا الشكل. طبعا مش محتاجين نتكلم بقى عن سواد العين او الدايرة الكبيرة، ممكن نستخدم فيها قلم رصاص درجة دكنة زي 4B 5B، اي درجة دامها عندك هتشتغل في دائرة العين. تبرس ان القلم بشكل مدبب علشان يساعدك ترسم التفاصيل الرفيعة، ثم هتبدأ تغمق. وخد بالك اطلع على خفيف جدا من الاطراف بهذا الشكل، يعني انا بغمق بالداخل وبحاول اخف ايدي في الخارج. وبقلم الدمج ندمج تدميجة بسيطة. ثم تاني نغمق هنا بالشكل. ونعمل بعض الخطوط الغامقة زي شعيرات وأوعية بتكون داخل العين. طبعا كل الحاجات دي احنا عارفينها وبنشوفها، مثلا يعني لو بصيت في عينك في المراية هتشوفها، العين بيكون فيها كده، دائرة العين يعني بيكون فيها زي خطوط سودة صغيرة بداخل العين بهذا الشكل. مش عارف ان كانت الدايرة مظبوطة تماما ولا فيها مشاكل، لان انا الرؤية عندي بسبب الكاميرا مش افضل حاجة، لكن انت هتشوف احسن مني دلوقتي. فلو انت شايف في الكومنتات، اسف، شايف في الفيديو ان الدايرة مظبوطة، اكتب لي في الكومنتات ان الدايرة مظبوطة وفل الفل. ممكن من تحت هنا ادمجها او اعمل ظل ما بينها وما بين بياض العين بهذا الشكل. كل ما زودت الدمج وخليت الخطوط أقل حدة كلما زادت معاك الواقعية. فوق هنا تظليل بسيط بهذا الشكل. طبعا احنا ما دخلناش القلم الاسود، فممكن نيجي بالقلم الاسود اللي هو الخشبي وندخله في المناطق الداكنه جدا، هيزود للدايره واقعيه اكبر.
هتلاقي القلم الورقة بتمتص اللون، مش مشكلة، ممكن تحطه على أكتر من طبقة. أهو الورقة بتمتص اللون وبتتشبع بيه، فأنت لو حطيت أكتر من طبقة هتلاقي الدنيا بتبقى أحسن شوية. هكذا، وهنا برضو نفس الكلام. زي ما انتم ملاحظين بدأ يثبت، يعني بدأ اللون يثبت عكس الأول شوية. هنا برضو، هنا هي ليها طريقة تانية ممكن تتعامل بيها بالنسبة للدوائر الصغيرة دي، بس احنا ممكن نكتفي برضو ببعض التفاصيل، مش عايزين ندخل نفسنا في تفاصيل ملهاش لازمة ومش هتفرق معانا قوي، فاهمني؟ كمان انا ما بحبش ملمس اللي هو بتاع جلد الوزة ده، فما بفضلش ان هو يكون معمول في العين بصراحة. في الخطوة دي ممكن تبدأ تعمل الحاجب. قبل ما نرسم الحاجب يا فنانين، بنعمل له الشعر، يعني بنعمل له أرضية الأول بهذا الشكل باستخدام أي قلم بس يكون خفيف. بعد ما بتعمل أرضية بتمسك القلم الأسود، ولو مش متوفر عندك القلم الأسود ده بتقدر تستخدم قلم رصاص درجة تقيلة زي 4B 5B 6B، أي درجة تكون تقيلة، وبتشتغل شعر الحاجب من الداكن أو من التخين للرفيع، من الداكن للفاتح، هكذا. أهو شايفين، يعني لازم أطراف الشعراية أو نهايتها تكون رفيعة علشان تقدر تحقق واقعية الحاجب، هكذا. مهم جدا انك تاخد بالك من اتجاهات الحاجب. هكذا الأطراف الخفيفة بنعملها بقلم خفيف، هكذا. وبنكمل باستخدام القلم الأسود. طبعا مش محتاج اقول لكم ان سن القلم لازم يكون مبري ومدبب علشان يدينا الرفع او السمك بتاع الشعراية وما تكونش تخينة معايا وكل شوية نفضل نبري فيه. اديني سمك ممتاز وحقيقي. في الحاجب بنعمل اتجاهات مختلفة، يعني شعراية فوق شعراية تحت، ولكن في نفس الاتجاه، كلهم ماشيين ناحية ايه؟ ناحية الشمال أهو، اليسار يعني، لأن في الترجمة كلمة الشمال دي ممكن تطلع مختلفة. تمام أهو، الشعر هنا بحاول اخليها رفيعة والى حد ما مندمجة مع لون البشرة، بحيث زي ما قلت لكم ما نحسش ان الشعر بتاع الحاجب فيك، مش واقعي، تحس ان هو حاجة ملزوقة على البشرة فمش واقعية. كمان في تركية ممكن تعملها، انك تيجي بقلم الدمج وتبدأ تسيح من فوق لتحت كده بهذا الشكل، يظبط لك قصة الواقعية. وهنا فنانين هنبدأ نرسم شعر الرموش. الرموش دايما بتبدأ من الجفن هنا كده، مش من تحت على طول، بتبدأ من فوق شوية وبتنزل لتحت الأول كده، ركز معايا، بتنزل لتحت شوية
ثم تطلع لفوق كده، يعني بتبقى جاية بكيرفات مش بشكل مستقيم، اهو من تحت تطلع لفوق. ولازم ولا بد طرف الرموش، طرف الشعراية يكون رفيع، يعني ما تخليش الشعرية طرفها تخين عشان ما تكونش فيك ومش لطيفة. هكذا، مش شرط تجيب عدد الرموش بالظبط، ولكن الأهم هو اتجاهاتها وارتفاعها، يعني ما تخليهاش عالية زيادة عن اللازم أو منخفضة زيادة عن اللازم، يعني لو في فرق بسيط أوكي، ولكن ما يبقاش الفرق ده واضح فيشوه من شكل العين اللي بنرسمها. تابع معايا. في الرموش السفلية الموضوع ممكن يكون مختلف شوية، هو إنك بتشتغل بشكل أخف لأن الرموش اللي تحت بتكون أرفع من الرموش اللي فوق في الغالب زي ما حضراتكم شايفين. كده احنا خلصنا جميع الأجزاء المهمة في العين. لو حبيت تظبط شوية في التدريج، شوية في التغميق، شوية في التدريجات كده، يعني ده شيء راجع ليك انت او راجع لكل فنان. بس انا كده خلصت الجزء الأساسي في العين واللي يمكن شرحه، والباقي متوقف على لمسة كل فنان. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تتابعوا حسابي على تطبيق بنترست، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف، وكمان في اول تعليق هتلاقوا الصور الأصلية كلها على التطبيق بنترست. كمان ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك على الفيديو كنوع من الدعم عشان استمر معاك بدون انقطاع. ولو عندك اي سؤال في الرسم اكتبه في تعليق وبإذن الله هجاوب عليه. دمتم بخير يا فنانين، استنوني بدرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.